السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنشرح منهج ديسكوفر اكتشف KG2 الترم الثاني، وكنا شرحنا المرة اللي فاتت في شابتر 1 ويلكم تو اور كوميونيتي او مرحبا بك في مجتمعنا لحد نهاية الدرس الخامس او ليسون 5، وكان ده نهايته بيج 9 او صفحة 9. والنهاردة ان شاء الله هنكمل ليسون 6 و 7 و 8 حتى نهاية شابتر 1. وقبل ما نبتدي في الشرح زي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين قدامنا دي بيج 10 او صفحة 10، عنوانها visit the bank. visit the bank، visit the bank، visit يعني زيارة، the bank البنك طبعا او المصرف المكان اللي احنا بنحط فيه فلوسنا، و visit the bank يعني زيارة الى البنك. هنا بيقول لنا read the story. read the story يعني اقرأ القصة. circle the new words، ضع دائرة حول الكلمات الجديدة. new words يعني الكلمات الجديدة. you learned، you learned انت تعلمتها. today، today اليوم. circle the new words you learned today، ضع دائرة حول الكلمات الجديدة اللي انت تعلمتها النهاردة. وانا لسه سارة مكملة معانا في المجتمع اللي هي لسه واصلة مجتمعنا، وهي لسه اول مرة تروح البنك. فهنا بيقول لنا سارة goes to the bank. سارة goes يعني سارة تذهب. goes ده المضارع البسيط او ال present simple بتاع go، go يذهب. سارة goes to the bank، سارة تذهب الى البنك. سارة is a customer، سارة is a customer، سارة هي عميل. يعني هنا customer عميل، ودي كلمة جديدة طبعا هنحط حواليها circle زي كلمة goes، كلمة جديدة يعني تذهب هنحط حواليها circle. she talks to the teller. she هي talks، talks تتحدث هنحط حواليها circle. to the teller، to the teller يعني الصراف، الست اللي واقفة دي اللي هي بتصرف الفلوس للناس، بتاخد منهم الفلوس او بتديهم الفلوس. فهنا دي اسمها التيلر، التيلر اللي هو الصراف الموظف اللي بيبقى قاعد على الشباك في البنك وبيقابل العملاء او الكاستمرز علشان يشوف هم عايزين ايه ويخدمهم بالحاجة اللي هم عايزينها. لو هم عايزين يحطوا فلوس في البنك ويزودوا حسابهم فبيعمل لهم حاجة اسمها ايداع، ياخد منهم الفلوس ويحطها او يودعها في حسابهم. لو هم عايزين يسحبوا فلوس وياخدوا فلوس من حسابهم فبيعمل لهم حاجة اسمها سحب، بيديهم الفلوس من حسابهم وفلوسهم اللي في البنك تقل. فده اسمه تيلر، تيلر يعني صراف. وهنا بيقول لك كمان she makes، هي بتعمل. deposit يعني ايداع، deposit يعني ايداع. احنا لسه كنا بنقول ايداع اللي هو ان احنا بنحط فلوس في حسابنا بنودعها علشان فلوسنا تزيد جوه البنك، والعكس بتاعها طبعا سحب، يعني احنا بنسحب الفلوس من الحساب بتاعنا وناخدها معانا واحنا ماشيين من البنك علشان نصرفها، وبالتالي فلوسنا اللي في البنك بيحصل لها ايه؟ بتقل. هنا هي بتعمل ايداع، هي بتعمل deposit، deposit يعني ايداع. وبعد كده now، الآن، ودي كلمة جديدة برضو زيها زي deposit، هنحط circle حوالين deposit ونحط circle حوالين now، الآن. she has، هي لديها more money. more يعني أكتر، money فلوس أو أموال أو مال أكتر، in the bank في المصرف في البنك. فهنا مرة تانية Sarah goes to the bank، Sarah is a customer. she talks to the teller، she makes a deposit. now Sarah has more money in the bank. تمام. والجزء التاني من البيج هنا بيقول لنا باسم goes to the bank، باسم بيذهب الى البنك. باسم is a customer، باسم هو عميل.
he makes a withdrawal. withdrawal اللي هو السحب. احنا قلنا deposit. deposit يعني الايداع. عكسه withdrawal. withdrawal اللي هو السحب، اللي هو بيسحب فلوس من حسابه اللي في البنك وبيقول للتيلر او الصراف اديني فلوس من الحساب بتاعي، والفلوس بتاعته اللي في البنك بتقل علشان هو بياخد منها. فهو he makes a withdrawal. he makes a withdrawal يعني هو بيعمل عملية سحب. now الان باسم has، باسم لديه less اقل money، مال اقل، فلوس اقل، in the bank. in the bank يعني في البنك. ونقولها مرة تانية، باسم goes to the bank. باسم is a customer. he talks to the teller. he makes a withdrawal. now باسم has less money in the bank. وبكده نكون انهينا البيج دي. والكلمات الجديدة هنا طبعا احنا لسه عارفينها. وvisit طبعا يعني يزور، وthe bank يعني المصرف. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي. ونوصل لبيج 11 او صفحة 11، وده الدرس السابع يا اصحابي طبقا لدليل المعلم. وهنا الدرس ده عنوانه visit the doctor's office. visit يعني يزور زي ما احنا عرفنا من شوية. the doctor's office مكتب الطبيب، عيادة الطبيب. doctor's office، office يعني مكتب، وهنا doctor's office يعني عيادة الطبيب. this هذه، طبعا احنا عرفنا قبل كده this هذه الاشياء، ودي بتيجي للجمع مجموعة اشياء وبتبقى في مكان قريب مننا بنقول عليها this. these tools هذه الادوات are used بتستخدم to help لتساعد keep people healthy في الحفاظ على الناس اصحاء. keep يعني الحفاظ، people الناس، healthy يعني اصحاء يعني عندهم صحة كويسة. draw يعني ارسم. each tool يعني كل اداة. وهنا اول اداة طبعا اللي هي thermometer اللي هو الترمومتر طبعا، اللي هو مقياس الحرارة. وزي ما احنا شايفين ده شكل الثيرموميتر او الترمومتر او مقياس الحرارة. المفروض ان احنا نرسمه هنا ونبقى عارفين ان ده اسمه thermometer. هنا تاني حاجة bondage اللي هي الضمادة، اللي هي بيستخدموها كضمادة للجروح، الضمادة اللي احنا اللي الطبيب بيستخدمها للجروح، وضمادة للجروح دي اسمها ضمادة bondage. وساعات بيستخدموها كمان في حالات الكسر، وساعات بيستخدموها كمان في حالات الالتواءات، فدي اسمها bondage يعني ضمادة. تالت حاجة stethoscope اللي هي سماعة الطبيب زي ما احنا عارفين، وده شكلها ولازم نرسمها في المربع ده، وهي اسمها stethoscope يعني سماعة الطبيب. واخر حاجة هنا disposable gloves يعني القابل للتغيير. gloves اللي هي القفازات، اللي هي الجوانتي بتاع الطبيب ده اللي هو بيلبسه ساعة ما بيجي يكشف على المريض، وده اسمه disposable يعني قابل للتغيير. ممكن يقلع واحد ويرميه في الباسكت ويلبس واحد تاني، فده اسمه disposable. gloves يعني قفازات يعني جوانتي. فنقولهم مرة تانية thermometer bondage stethoscope disposable gloves. وطبعا visit يعني يزور، doctor's office مكتب الطبيب عيادة الطبيب، tools أدوات، keep يحافظ على people الناس healthy أصحاء. وبكده نكون أنهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معي. ونوصل لبيج نمبر 12 أو صفحة 12، وده lesson 8 أو الدرس الثامن، وعنوانه school helpers.
school helpers يعني المساعدين في المدرسة، الناس اللي بيساعدونا في المدرسة. helpers يعني مساعدين، والمفرد بتاعها helper، helper يعني مساعد، وschool يعني مدرسة. وهنا بيقولك write، اكتب، thank you، thank you يعني شكرا لك، on the line على السطر ده، draw، ارسم، a picture، صورة، of the person للشخص، of the person، person يعني الشخص، you would like to thank اللي انت هتحب ان انت تقول له شكرا، you would like الذي سوف تحب to thank ان تشكره. وهنا بيقول لك you do so much to help our school، you do انت تفعل so much، so much اشياء كثيرة، to help، to help لتساعد، our school، our school يعني مدرستنا، our ملكنا، school مدرسة. فهنا انت هتكتب على اللاين ده thank you، وهترسم صورة، الصورة دي فيها شخص انت تحب ان انت تشكره لانه بيساعدك في المدرسة بتاعتك، بيعاملك بلطف، بيقول لك معلومات جديدة، بيخليك احسن طبعا في مراحل التعليم بتاعتك. فانا انت هترسم صورة الشخص ده، سواء كان تيتشر بتاعك، مس او مستر، اي شخص بيساعدك في المدرسة ده اسمه school helper، وانت هترسم صورته في البوكس ده او في المربع ده، وهتكتب هنا thank you. والكلمات طبعا الجديدة هنا helpers مساعدين، وschool طبعا يعني مدرسة، thank you، thank you شكرا لك، line خط او سطر، would like سوف تحب، person، person شخص، so much اشياء كثيرة، كثير من، كثير جدا يعني، help يساعد، our school مدرستنا. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي ونوصل لبيج 13 او صفحة 13، وده lesson 9 او الدرس التاسع، اخر درس في chapter 1. welcome to our community، مرحبا بك في مجتمعنا. وقبل ما اشرح اخر جزء، احب افكرك واقول لك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل جديد، ونتابع مع بعض اول باول. وما تنسوش لو حابين تستفيدوا بالخصم الحصري اللي عامله موقع جوميا لمشتركي قناة فلاش التعليمية، والخصم ده بيوصل ل50%. علشان تستفيدوا بالخصم ده لازم تدخلوا على الموقع عن طريق اللينكات الخاصة بالقناة، وانا سايبها لكم في الوصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو. و بيج 13 او صفحة 13، عنوانها welcome to our town brochure، بروشور يعني كتيب، يعني كتاب صغير، welcome يعني مرحبا، to our town، town مدينتنا، بروشور كتيب الخاص بمدينتنا. فهنا بيكلمك على كتيب صغير احنا عاملينه علشان الناس اللي جاية جديدة للمجتمع بتاعنا اللي احنا بنقول لهم welcome to our community، البروشور ده او الكتيب ده هيساعدهم يتعرفوا على مدينتنا اكتر، ويساعدهم يتعرفوا على المعالم والاماكن الموجودة في المدينة بتاعتنا. فهنا العنوان بتاع الدرس ده welcome to our town brochure. فانا بيقولك think، think يعني فكر، of an important person، في شخص مهم، important مهم، person شخص، you learned about انت تعلمت عنه، انت عرفته يعني عنه، draw him ارسمه، or her او هي او ارسمها، under important people تحت الخانة بتاعت الاشخاص المهمين، important مهم، people يعني الناس. فيبقى انت هنا هتفكر في شخص مهم، ممكن تكون تعرف عرفت معلومات عنه، والشخص ده طبعا خاص بالمدينة بتاعتنا، يعني خاص بالاور تاون، بالمدينة بتاعتنا. فبيقولك هنا ارسمه هو او هي، لو كان هو راجل هترسمه هو، لو هي ست هترسمها هي، تحت الخانة بتاعت الامبورتنت بيبل، تحت الخانة بتاعت الناس المهمين. تاني حاجة بيقولك think، فكر، of an important place، في مكان مهم،
you learned about، انت اتعلمت عنه، انت عرفت عنه معلومات. والمكان ده طبعا لازم يكون in our town او في مدينتنا. draw it، ارسم المكان ده under important places، تحت الخانة بتاعت important places او الاماكن الهامة. 3 طبعا بيقولك turn over the page، اقلب الصفحة. turn over يعني اقلب، ده expression على بعضه بمعنى ان انت تمسك صفحة وتقلبها. the page الصفحة. رابع حاجة بيقولك what is an important kind of transportation، ايه وسيلة الانتقال او المواصلات المهمة اللي انت شايفها مهمة. طبعا draw it، ارسمها under important transportation، تحت الخانة بتاعت وسائل المواصلات الهامة. فانت هنا تفكر في وسيلة المواصلات الهامة من وجهة نظرك وترسمها تحت الخانة بتاعت important transportation او مواصلات هامة. واخر حاجة بيقولك هنا color، لون. and decorate، وزين. the cover، الغلاف. with a picture، بصورة. of your favorite place from the town، بالمكان المفضل ليك في المدينة. فانت هتلون الغلاف طبعا او الكوفر بتاع البروشور ده، وهترسم عليه your favorite place او المكان المفضل ليك. favorite يعني مفضل، وplace طبعا يعني مكان، ولازم طبعا المكان ده يكون مكان من الاور تاون او من مدينتنا، علشان البروشور ده خاص بايه، بالاور تاون بتاعتنا، بالمدينة بتاعتنا. وبيقولك هنا write the name of your town، اكتب اسم المدينة بتاعتك. فهنا بيقولك cut يعني ايه، يعني اقص او اقطع، وfold fold يعني اطوي الصفحة دي او اتنيها. فقط يعني هتقصه، وفولد يعني هتطوي الصفحة دي. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، وهي طبعا related to this page او متعلقة بالصفحة دي، علشان هنا احنا خدنا الانستراكشنز او التعليمات اللي احنا هننفذها في البيجز في البيج اللي جاية. خليكم معايا. طبعا هنا البروشور بتاع our town او المدينة بتاعتنا، هنا important transportation، important transportation وسيلة المواصلات الهامة. فنرسم هنا الوسيلة بتاعت المواصلات اللي انت شايفها هامة. هنا important places، important places أماكن هامة، places أماكن، important هامة. فنرسم هنا المكان اللي انت شايفه مكان هام في our town، في المدينة بتاعتنا. وهنا بيقولك important people، important people أشخاص أو ناس هامة. فهترسم هنا الشخص الهام اللي انت شايفه هام في الاور تاون او في المدينة بتاعتنا، وهترسمه تحت خانة important people، ناس هامة. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. وده طبعا الكوفر بتاع البروشور اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه، او الكتيب اللي احنا بنتكلم عنه. وده البروشور ده بتاع اور تاون او المدينة بتاعتنا. طبعا هنا شايفين هو كاتب Welcome to our town، مرحبا بك في المدينة بتاعتنا. وهنا طبعا سايب لك اللاين ده علشان تكتب اسم المدينة بتاعتك او your town هنا في السطر ده. وطبعا our town او مدينتنا اسمها Egypt، Egypt مصر، بلدنا الحبيب، ربنا يحفظها ويحميها. فهنكتب هنا Egypt طبعا زي ما احنا شايفين. وهنرسم هنا، هنلون طبعا الكوفر ده بالالوان المفضلة لينا، وهنرسم عليه كمان مكان المفضل لينا. المكان ده طبعا هيكون في our town او في مدينتنا، ومدينتنا زي ما احنا قلنا هي ايجيبت مصر، بلدنا الحبيبة. وبكده نكون انهينا شرح شابتر 1 او الفصل الاول، Welcome to our community، مرحبا بك في مجتمعنا. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وممكن تفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.